قال مجدي عدلي عضو حزب المصريين الأحرار الاشتراكيين، قال إن نسبة شباب في الهيكل السكاني المصري تقترب من 60%. وأضاف عدلي أن إنجازات الدولة تضمنت إعطاء نسبا كبيرة لتمثيل الشباب في المجالس النيابية. نسبة الشباب في الهيكل السكاني المصري تتقارب من 60%، فطبعا لازم نسبة المشاركة السياسية وتدعيم الشباب لازم تزيد وتتناسب أيضا مع نسبة العدد. طبعا إنجازات الدولة المصرية ما حدش ينكرها في الفترة اللي فاتت، وأن السيد الرئيس أعطى اهتمام كبير للشباب بزيادة نسبة أعدادهم وتمثيلهم في المجالس النيابية، ويمكن لاحظنا ذلك في آخر مجلس نيابي بزيادة عدد، فيعني ده شيء مشكور، يعني مشكور ومحمود. وطبعا احنا بنطالب بمزيد من المشاركة الفعالة